قد نمر بالصدمات النفسية وتمضي بنا الأيام دون أن تترك أي أثر واضح، لكن تظهر أعراض. هذه الأعراض تكون خلاصة التجربة الأليمة التي مررنا بها، لا يتم تشخيصها يمكن إلا من خلال مختص وهو الطبيب النفسي. اضطراب ما بعد الصدمة، لماذا بعض الأشخاص يصابون به دون سواهم؟ هل هذا يعنى بالمنعة النفسية؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور رضوان بني مصطفى، مستشار أول الطب النفسي والإدمان. حياك الله معنا دكتور رضوان. شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتي والحديث عن موضوع كثير مهم في حياة البشر، لأن الحياة كلها مليئة بالصدمات. نعم. ومليئة بالتوترات ومليئة بالصعوبات اللي بقابلها الإنسان يوميا. يعني هي الصدمة نسميها صدمة. اسمح لي المقاطعة في بداية الحديث، من خلال عيادتك التي أنا شفت كيف المرضى يمكن أفواج بسم الله يدخلون إليك، أكثر الاضطرابات التي يعانون منها هي نتاج صدمات. يعني أكيد الصدمات تؤثر على الإنسان، بس يعني هو الصدمة أنت الواحد بيشعر أنه في صدمة أمامه أو أنه تحت ضغط نفسي. نعم. عندما يشعر أنه غير قادر على التعامل مع هذه القضية، وهذه قضية شخصية في الواقع يعني. نعم. لأنه ما يعتبر ضغط نفسي على ألف من الناس، ممكن يكون شربة قهوة لشخص آخر. صحيح. فيعني مثلا احنا لو بدنا نخبر 10 أبناء يعني أنه مثلا أحد أبويهم توفى، بجوز العشرة كل واحد ردود فعله مختلفة عن الآخر. يا سلام. بعشر ردود مختلفة كل واحد عن الآخر، بجوز واحد يفقد الوعي، واحد يصير يلطم، واحد يمزع أواعيه، واحد ينكر يقول لا ما ماتش، واحد إيش، واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة خبروا أهاليكم، خبروا ذيعوا بالجامع إلى آخره. هذه لأني يعني قضية شخصية بحتة، فلذلك إنه ما يعتبر صادم لحدا ليس بالضرورة صادم لآخرين. شو السبب دكتور؟ لأنه هاي لها علاقة القدرة على التحمل، لها علاقة بالقدرة على التحمل، والقدرة على التحمل له علاقة بالذكاء. نعم. بالخبرة، الذكاء والخبرة، ونمط الشخصية اللي غالبا هاي موروثة إلى حد يعني. يعني الخبرة والذكاء كثير مهمات، غير أنه واحد مثلا يروح على رحلة سفاري على أفريقيا لأول مرة، غير واحد لعاشر مرة. صحيح. أنه ممكن بأي لحظة. صحيح. يطلع له أسد، يطلع له نمر، أو يطلع له حي أناكوندا ولا أبصر إيش. فيعني الخبرة كمان ضرورة، فلذلك يعني كل ما تقدم الإنسان بالسن كل ما قل تأثير الصدمات عليه. وعندما نقول السن فهو مرتبط تلقائياً يعني بالخبرات. تأثير الصدمات يعني في ما يسمى بالتأثير الحاد، اللي الأعراض التي تظهر على الإنسان عندما يتأثر، عندما يواجه ضغط نفسي. نعم. لمدة شهر. بعد الشهر تسمى اضطراب ما بعد الصدمة. نعم. لأنه هاي هو كمان هذا اضطراب ما بعد الصدمة، يعني كلمة أو يعني مفهوم طبي دخل حديثا في سبعينات القرن الماضي بعد حرب فيتنام وعودة الجنود الأمريكيين إلى أمريكا. لاحظوا كثير من الناس اللي بيعتنوا بالصحة والطب النفسي والصحة النفسية، أنه على الرغم من عودة الجنود الأمريكيين إلى بيوتهم وعائلاتهم آمنين، ما زال كانوا يعانوا من أعراض كانوا يعانوا منها قبل عودتهم. نعم. أثناء وجودهم بالمعارك. والبعض إلى الآن دكتور يعاني. طبعاً على قيد ممكن الحياة. هذا ممكن يمتد إلى سنوات وسنوات يبقى. عادة يعني أعراض الصدمة وما بعد الصدمة، أول شيء القلق والتوتر، قلة النوم، التذكر يعني أنه الواحد، الأحلام المزعجة. هاي الأعراض الأولية عند التعرض لأي صدمة دكتور حادة أو الصدمة يجب أن تكون شديدة. نعم. غالبا الصدمات
يعني يستقبلها أو يدركها الإنسان على أنها مهددة للحياة. يعني ممكن واحد يعمل حادث سيارة ولو بسيط، بس هو يفكر أنه هذه ممكن قاتل، حادث قاتل، بس هو ممكن للي بيشوفها برا أنه ولا إشي، هاي خبطة صغيرة. صح. وإحنا بنعرف أنه في ناس صار عندهم وبيجينا مرضى تعرضوا لحوادث لم يخدشوا خدشة بحادث سيارة، ومع هذا يعانوا من آثار الصدمة الحادة أو يعني ما بعد الصدمة. حجم الأزمة حسب قديش الواحد حسب قديش الواحد هو يعني بيعتبرها أو يعني يدركها. يعني إذا واحد عمل حادث وقال أي، يعني هو كان يفكر في إنه هذا ولا إشي، يعني غير مهدد للحياة، ممكن تأثيره يكون أقل لو كان اعتبره مهدد للحياة. يعني هي الصورة الذهنية عند الشخص اللي بتحرك ردة فعله. يعني هي مقدار تقديره للخطورة وواقعيتها هي اللي بتنعكس على كيف استجابته. إذا كان ما في استجابة، خدر انفعالي دكتور، يعني إذا ما كان في خدر فهذا يعني كمان مشكلة، يعني هذا خطر لها. هذا خطر إنه الواحد معناته هيك بتعرض لأخطار وما بدرك. ممكن هذا أسهل بكثير إنه يتعرض لأحداث مميتة بدون ما يكون مسبقا مدرك النتائج. تتضارب الآراء دكتور بالنسبة لردود الأفعال تجاه الصدمات، فمنهم من يقول قم بالتنفيس الانفعالي وفرغ كل ما بداخلك من شحنات غضب وانفعالات غير سارة. البعض الآخر يقول من المحبط أن تحاول تجاهلها وتجاوزها وعدم الالتفات إليها عن طريق ميكانيزمات الدفاع. من الأصح بينهما دكتور للوصول إلى النتيجة المطلوبة؟ يعني هو أغلب الناس يفكروا أنه الضغط النفسي ممكن أن يكون هو عبارة عن تراكم ضغوطات زي البالون. يعني إذا زاد الضغط الهواء داخل البالون بنفجر. فيمكن أنا بعتقد أنه يمكن هذا هو الأكثر النظرية الأكثر قبولا وأصح. بس الإنسان اللي قاد إنه اللي بحل كل مشكلة يواجهها يعني جذريا، غالبا ما رح يصير عنده تراكمات وضغوطات نفسية اللي في النهاية تكسره ويتعرض لانهيار. ولكن بعض المشاكل دكتور لا حلول لها أو حلولها إلى حد ما مؤجلة وبعيدة. بالتأكيد يعني ليس هناك حلول سحرية لكل مشاكل بجابها الإنسان، خاصة العاطفية والمالية والعلاقات الاجتماعية. يعني من الصعب إنه الواحد يعيش في عالم مثالي، من الصعب جدا. ولكن كل ما كان أكثر قدرة على التحمل، كل ما كان أكثر قدرة على التجاوب وخلق بيئة مناسبة لعدم ظهور أعراض الضغط النفسي عليه. لأن الضغط النفسي في النهاية مضر على الصحة. يعني الاكتئاب والقلق النفسي والضغط النفسي الشديد بقلل المناعة، تقليل المناعة بخلي الواحد أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، بالسرطانات، بالسكري، بالضغط الدم، بالجلطات، بكل الأمراض. يعني بكل الأمراض، حتى الوفاة المفاجئة دكتور. طبعا إذا الواحد انجلط يعني ممكن كانت جلطة واسعة يعني أثرت على منطقة كبيرة من جدار القلب، ممكن يموت فجأة، ويكون سببها بالأساس هو الضغط النفسي. يعني هسه يعني الصحة بشكل، لو نرجع لمفهوم الصحة بشكل عام، مفهوم الصحة 50% اجتماعي نفسي و 50% جسمي. صحيح. فإذا الواحد ما توفر له جزء جيد من 50% النفسي الاجتماعي، بالتأكيد صحته منقوصة ومعرضة لكثير من الأمراض. لأنه أكثر شيء بتأثر في الضغط النفسي هو المناعة، والمناعة هي السياج الحامي للصحة للجسم. إذا هذا السياج كان
يعني أو ضعيف أو متآكل أو متدني أو واطي، فالحديقة عرضة للانتهاكات الكثيرة. السلام. لذلك دكتور، يعني الناس السعداء برشحوا أقل، عندهم ضغط أقل، سكري أقل، حياتهم بيعيشوا حياة أطول، وكل شيء بموته يعني متأخر، يعيش عمر أطول. أطول. دكتور، لنعود إلى اضطراب ما بعد الصدمة، من المعروف بأن أهم العلاجات هي خطين، علاج نفسي وعلاج دوائي. علاج نفسي له من خلال الجلسات النفسية والعلاج الدوائي، لكن ما أن تفتح على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن تتفاجأ بوابل من دروس وجلسات التنمية البشرية والمهارات التي يعطيها أشخاص غير متخصصين، لن نقول هم أنصاف متخصصين، هم غير متخصصين. رأيك فيها دكتور؟ رأي الطب يعني النفسي أنا فيها؟ يعني أضع أول إشي بيعجبني مثل عراقي عرفته يعني متأخرا، يعني سمعت فيه أنه ما كل من مد صواني صار حلواني. يا سلام. وكثير من، يعني أنا أوافقك الرأي أنه كثير من ما مما نراه على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الدعايات لجلسات طاقة وجلسات نعم. تنمية بشرية نعم. على يعني أنا رأيي الشخصي إن هاي من ناس غير مهنيين في الغالب، وغالبا هي هاي ليس لها علم مثبت بالتجارب والأبحاث، وإنما هي شبه علم وكلام غير موثق وغير علمي. ولكن بعض الناس زي ما بيقولوا الغريق يتشبث بالزبد، وهذا هو الزبد. يعني باعتقادي انه الضغط النفسي والاكتئاب النفسي والقلق النفسي وكل الاضطرابات النفسية لها علاجات. طبعا يعني العلاجات الأفضل أن يكون علاج دوائي وعلاج نفسي من مختصين. وفي العالم كله الأخصائي النفسي اللي بيعالج لاضطرابات نفسية يجب أن يكون أمضى فترة على الأقل لسنة إلى سنتين في مستشفى طب نفسي ضمن فريق طبي نفسي اللي يعالج المرضى. لأنه كمان يعني أنا لا أنكر دور الكلام في العلاج، لأنه الكلام له تأثير على الجسم وعلى النفس وعلى العقل وعلى الدماغ زي تأثير الدواء. ما الذي نقصده هنا دكتور بالكلام؟ يعني أنه الكلام يعني أفرض أنه واحد عنده قلق نفسي أو توتر، أو ممكن أنه الكلام المهني المبني على علم وتجارب وهيك ممكن يكون له تأثير على جسم الإنسان ودماغه وعلى الناقلات العصبية كما تؤثر الأدوية بالضبط. لأنه في النهاية في حكمة في الطب تقول ليس المهم ما تعطي، المهم كيف تعطي. لأنه حتى الدواء بدون كلمة بدون حكي وتطمين منفعته أقل بكثير من دواء حتى لو كان غير فعال مع كلام وتطمين وشرح. يعني فلذلك يعني هذا يهيئ حتى المريض لطريقة استجابة وتعطي مع هذه الأدوية وسرعة التعافي أيضا دكتور. طبعا يعني هو يعني أنا دائما بحكي لطلاب الطب يعني أنه أحسن صفة بالطبيب هو حسن الاستماع. إذا كان الطبيب مستمع جيد وإجاء المريض أفرض ما بده يعطيه دواء ولا عارف تشخيصه ولا إشي، مجرد أنه استمع له معناته قسم الحمل تبعه على اثنين. هذا الزلمة إجا بحمل 100 كيلو طلع ب50 كيلو، ولو التشخيص غلط ولو الدواء غلط، ولو أنه مجرد الطبيب استمع للمريض بصبر وباهتمام، مجرد استماع هذا المريض الهم تبعه انقسم على اثنين. كان همه 100 صار 50، ال50 جزء يتحملها بس كانت ال100 كاسرة ظهره، بس ال50 ممكن يتحملها حتى بدون علاج حتى بدون تشخيص بدون أي دواء، ممكن يروح مبسوط ويبطل يشكي مما كان يشكي منه.
والله دكتور الإصغاء هي سمة مهمة حتى في الإنسان العادي وليس فقط في الطبيب طبعاً المختص. طبعاً. لأنه الإصغاء يعني الاهتمام، يعني أنك هذا الشخص اللي أمامك مهتم فيه، مهتم في مشكلته، بدك تقاسمه حلها، بدك تساعده على حلها، واحترام يعني زائد أنه معناته أنت محترمه. فالشخص لما يجي على الطبيب غالي يعني هو كمان يعني احنا لازم نقدر انه كل انسان يذهب الى الطبيب بصير عنده ما يسمى بالنكوص النمائي النفسي، بصير زي الاطفال الذي قال عنه فرويد. لكن كيف يكون شكل هذا النكوس يعني دكتور عند المريض؟ يعني حتى الجبابره حتى الجبروت لما يذهب الى الطبيب بصير زي الطفل الصغير اللي خارج العياده، بكون زي ما بيقولوها ممكن يكون من أعتى العتاة وأقسى القساة لما يجي عند الطبيب، لأنه بصير زي عند الطبيب زي الطفل، ممكن بدافع الحاجة ممكن دكتور. إذا الطبيب ما احترمه يبكي، ممكن إذا حكى له كلمة يعني هيك ممكن يبكي، ولو أنه يعني يعتبر من أشجع لأنه هذا هيك يعني عندما الزيارة زيارة الطبيب والعيادة الطبيب هي مكان ما عدا الطبيب الكل يشعر انهم يعني صاروا زي الاطفال، بصير العلاقه الطبيب هو شخص ناضج والمريض مهما كان عمره بيشعر انه طفل. وهذه احد الاشياء اللي بتميز العلاقه الطبيب مع المريض، ويجب ان يدركها الاطباء، وانه ما يحكوا اي كلمه بدون معنى، يرموا أي كلمة خصوصا في العيادات النفسية دكتور. طبعاً. كل كلمة لا بكل كمان كل نعم. العيادات نعم. لأنه ممكن مثلا لو الطبيب الجراحة ولا شيء يحكي كلمة يسيء فهمها المريض، ممكن يعني أنا شايف بيجيني كثير مرضى مثلا الطبيب بيقول له بشتبه عندك جلطة، بيساوي فحوصات ما عنده جلطة، سوى عنده اضطراب توهم المرض، بيظل عنده بجوز يروح على طبيب ثاني وثالث ورابع وخامس عشان يثبت انه في عنده جلطة، بالأخير ممكن يصفي في عيادة الطب النفسي عشان معالجته من المخاوف المرضية. هذا ما توصلت إليه أيضا دكتور دراسة علمية حديثة أكدت إلى أنه المرضى الخاضعين لجراحة تحت تأثير التخدير أيضا يتأثرون بكلام الأطباء خلال العملية. طبعا إذا المريض دخل على العملية وبيعرف مين اللي راح يخدره ومين اللي راح يعمل له عملية وكم ساعة العملية وشو بالضبط راح يساوي وشو متوقع أنه بعد العملية يكون وضع الجرح تبعه، هذول الناس بيطلبوا أدوية مهدئة ومخدرة للألم أقل بكثير، شفائهم بكون أسرع وبخرجوا من المستشفى أسرع بكثير من المرضى اللي دخلوا بيعرفوش من راح يعملهم، ما نحكى معهم قبل ليلة العملية مين راح يعملهم عملية وأكمل العملية شو راح تساوي شو راح يقص شو راح يساوي قديش مدتها متوقعة وقديش يعني شو راح يساوي الطبيب الجراح ومين راح يساعده هيك. يعني هذول الناس اللي بيعرفوا كل هاي المعلومات كان شفائهم وخروجهم وتعافيهم أسرع. بعد العملية أسرع بكثير والمضاعفات أقل وطلبهم للمهدئات مضادات الألم أقل بكثير، لأنه بيعرف غير أنه الطبيب يحكي للمريض أنه بدك تتوقع أنه خلال يومين بعد يومين ثلاثة من العملية راح تصير في ألم، غير أنه ما يعرف أنه لأنه هذا لما يتألم مكان العملية يقول الدكتور حكى أنه يومين ثلاث راح أتألم. طريقة الانتباه التلقائي للألم أيضا هنا تكون مختلفة. الدكتور رضوان بني مصطفى مستشار أول الطب النفسي والإدمان، اليوم نحن كنا في حوزة ليس فقط قامة علمية إنما مدرسة علمية دكتور. شكرا جزيلا. خبرة في الطب النفسي على مدار عقود وعقود. شكرا حتى جزيلا. أنك من شكرا جيل الرواد أوائل الأطباء النفسيين يعني في الأردن. شكرا شكرا لك على الإضاءة المهمة دكتور، ونتمنى دائما أن يحظى الجميع بقدر عالي من المرونة النفسية والمنعة النفسية. شكرا جزيلا. شكرا، ونتمنى لكل المشاهدين الخير والبركة وقلة التوترات يعني. شكرا دكتور.